سي حسين تتكلم بهذه النبرة، تكون نتفهم الوضع. علاش منجي ونتفهم الوضع كان كي نحكيه على ملف العدالة الانتقالية؟ لا ثم ناس، ثم ناس. سمحني سي حسين، سمحني. لا ما تفهمنيش غلط، انت لست مدافع عن الحكومه ولست مدافع عن العالم. لا ما تفهمنيش بالغلط، انا قلت انت بيدك ضحيه وانت بيدك صحيح. انا قلت لكن نتفهم كلمة نتفهم الوضع قداش باش تدو؟ ايش قول لي انت؟ نزيدوا 10 سنين اخرين. اي لا استنى انت، فما ناس بغير موجب حق. الدوله هذه بعد الثوره بغير موجب حق ومعروفين لاي جهات ينتميوا، اخذوا ما لا حق لهم باعتصامات وبتعطيل بسكة يا محمد علي. نحن نعيد تعقيدات، يعني ناس هذوما عرفوا من اين تؤكل الكتم بضعف الدولة، بضعف مؤسسة الدولة. شوف اسمعني، انا اليوم ما حشتيش مؤسسة الدولة ضعيف، انت تقول من الخارج والخارج اي، واذا الداخل ما حبش، اذا الداخل ما حبش يا سي حسين، اذا الداخل ما عندوش ارادة، اذا رئيس الجمهورية ما اعتذرش، واذا رئيس الحكومة ما عطاش صلاحية التامة للشخص اللي كلفه، شنو نقعد نعمل انا لهنا؟ انا شكون نعمل؟ انا قلت ايماننا بحقنا. شوف محمد، قول لي باز دي دوني، انا باز دي دوني تحكي لي ايماننا بحقنا، باز دي دوني موجوده هيئه الحقيقه والكرامه خمس سنوات. سامحني ومساندتنا، سامحني يا سي حسين لحظه، هيئه الحقيقه والكرامه خمس سنوات نبشت في 62 الف ملف ويزيد، نبشت فيهم لي باز دي دوني نتاعي انا ونتاعك وغيرك واللي عنده الحق وما عندوش حق موجودين في تطبيقه. تعرف شنو ناقصه؟ احنا حكينا معاه الانفورماتيسيان تاع هيئه الحقيقه والكرامه لو بريمي، وحكينا معاه هذاك تاع السونتر تاع الانفورماتيك، ان سامبل كليك. ما ثماش توا تطبيق الى حد الساعه، ما ثماش عبد الرزاق الكيلاني ان سامبل كليك على دونك تنزل على الكلافيه، ما ثماش تطبيق جاهز. التطبيق اللي مش يخدم عليه عبد الرزاق الكيلاني ما يسحقش في شيء اكثر من 15 ربريك. هذا ان شاء الله توا يوضحوا، لكن هذا هو مش يعمل ندوه صحفيه ان شاء الله يوضح هذه النقطه، لانه هذه ماهيش اعاقه، ما تمثل حتى حاجز. هذه سامبل كليك هو بيدو الانفورماسيون يخدم الخدمه في هذا الحق والكرامه، قال لك انا ما في حتى شيء موجود، كل شيء بس دوني موجوده. يا سي عم تو الراجل يقول لك عندي باز دوني موجوده، وانا نقول له حتى انت عندك باز دوني، هو قال لك موجود، هو قال لك موجود. يعني المساله موجوده كما قال الاستاذ عامر، الاراده نتاع الناس اللي قاعده تشتغل في الحكومه وفي غير الحكومه. متفقين يا محمد علي، متفقين الاراده قادرين هالملف غير موجود يتبناه. شوف اذا تبناه هو ايماننا بحقنا، ايماننا بحقنا نحن يا استاذ حسين فهمتني، ايماننا بحقنا لاجل هذا الملف بالتاكيد. وهذا خليني نطرح عليك سؤال.